استجابت مؤسسة حياة كريمة لنداء سيدة من محافظة الإسماعيلية يعاني زوجها من أمراض مزمنة تمنعه من العمل. وقامت مؤسسة حياة كريمة بمساعدة السيدة وزوجها بتسليمهم تروسيكل يوفر لهم مصدر دخل يعينهم على أحوالهم المعيشية. كما قامت المؤسسة بتجهيز ابنتهم المقبلة على الزواج بعدد من الأدوات الكهربائية، ومنها غسالة وثلاجة وبوتاجاز وغيرها.